طيب سيد الغانمي، كيف ترد على كل هذه الاستفسارات والأسئلة التي طرحها سيد زيد في هذه الحلقة؟ هل من جواب؟ يعني حقيقة أنا أحيانا أضحك، يعني يمكن هكذا يكون الرد المناسب على ما يقوله ضيفكم. يحتاج الإنسان أحيانا إلى التأمل في هكذا خطاب فلا يجد إلا دعنا نتأمل في هذه الأزمة التونسية. يعني الجميع الآن، الأحزاب السياسية، الأطراف أيضا المجتمعية، كلها تتحدث عن أزمة سياسية سببها الرئيس سعيد. شوف، هناك دائما اختلاف التوصيل، هناك دائما اختلاف. الذين يتحدثون اليوم عن أزمة سياسية، ما الذي يريدون قوله تحديدا؟ هم يريدون أن يقولوا نريد أن نعود إلى السلطة، ولا نريد أن نحاسب على 10 سنوات من التخريب للدولة وللمال العام. هذا هو المضمون الحرفي والوحيد للأزمة السياسية. الذين يتحدثون عن أزمة لا يقصدون بها إلا يعني خلق القوس يعني للحركة التصحيحية والعودة إلى حيث كنا، كما كان يتحدث ضيفك الآن، قالك سيعود القضاء من جديد، القضاء مثل ما كان. نحن في تونس عندنا أكبر فضيحة في المؤسسة القضائية، يعني تصور أن القضاء فاسد بدليل الخصومة بين أعلى قاضيين في تونس المسؤولين عن القضاء وما تبادله وما كشفه. يعني أعطيك مثالا، المجلس الأعلى للقضاء حل بسبب خصومة بين قضاة في مراتب عليا كشفوا الفساد يعني المالي وكشفوا الطغة على الإرهاب التي كانت تتم طوال العشرية السابقة. ضيفك يتحدث عن الطبقة السياسية القديمة، طبقة سياسية ديمقراطية، الحزب يؤسس ويبقى أمين العام حزب 50 عام أمين عام للحزب، ويتحول الحزب إلى ميليشيا مهمتها تجميع الأموال من الخارج وتحويل الأتباع إلى قطيع توزع عليهم الهدايا، فيقرب منهم المقترب ويبعد من ينقض. لم تكن لنا حياة سياسية يهديكم ربي، لم تكن لنا حياة سياسية سليمة، كانت لنا حياة سياسية فاسدة أفسدها المال الفاسد والتدخل الخارجي للسفارات التي كانت ترسل الحقائب مملوءة بآلاف الدولارات مثل ما يعلمه التونسيون جميعا. وأنا أتحدث وأنا في راحة من الأمر، لماذا؟ لأني أدرك أن المواطن التونسي الذي يصغي إلى ما نقوله الآن يدرك أن ما يقوله ضيفك هو ليس صحيح، حتى لا أقول كلمة أخرى، يعني يعرف حجم الفساد والخراب الذي كان في الطبقة السياسية التي حكمت، ويعرف أن المحاصصة كانت سيدة الموت، ويعرف أن هؤلاء لم يبق لهم من برنامج سياسي، هم ليس لهم برنامج سياسي يتحركون وفقه. طيب، هم يتحركون فقط بتوظيف هذه الأزمات الاقتصادية المتنقلة. طيب، هنا هنا هناك، والتي يعيشها العالم. يعني الطبقة هذه السياسية الساقطة تستغل أزمة يعني باكو حليب لتر حليب، وتستغل قارورة زيت وتركب عليها، يعني يركبون على كل شيء حتى على دبوز الزيت. يعني هذه معارضة حقيقة أفلست ولم يعد لها. على كل حال، غدا ربما يتبين وتنكشف الكثير من الأمور في الشارع التونسي في هذه الذكرى.